خلينا نسولف. لما يقعد العامر يقول الإخوة في الإطار والتيار، هذا مؤشر أنه أكو وجهات نظر. هسا أنا أنقل لك من داخل كواليس الإطار وكل الناس تدري بيها، العامري والمجموعة الأخرى كلهم قابلين كخيار تسوية بتجديد سنتين للكاظمي، يبقى السنة 24 شهر 10 يسوي انتخابات ويوفرون قوانين الموازنة وما أعرف إيش، وحلون البرلمان ويعدلون شوية الوزارة. بس المالكي وشيخ قيس رافضين هذا الاتجاه، طبعا معهم أكو كم صوت أيضا. بس وين الحكي؟ انت من تقول لي الاطار هسه انا اقول هذا الكلام، الشعب ايش راح يقول لي؟ عمي جاي تحكي، والبارحه نزلوا بيان ياكدون على محمد شياع، واليوم السودان اجتمع بالبرلمان، اذا هم متوحدين. انا اجاوبك اقول لك لا، اتفقوا على هذا المشهد، وانا احكي من الكواليس وهم يسمعوني ويعرفون كلامي صح زين، مقابل انه يوحدون جبهتهم حتى يقعدون ويا سيد مقتدى. هناك اكو يعني قرابين ستقدم، من ضمن القرابين التقدم سيقدم مثلا برهم صالح قربان ينشال يجي مكانه لطيف رشيد، لأنه اتفق الرأي الكردي بهالاتجاه. كذلك راح يقدم محمد الشياع السوداني كمرشح مصرين عليه لإرضائك سيدنا، وانت همينا لازم شوية الأكراد تنازلوا والإطار تنازل، التهم تتنازل لنا شوية، نسوي تسوية معقولة ترتب الأمور. هذا الحكي الجاي أقول لك إياه عليه الآن مطاحن داخل الإطار. ترى أعطيك مثلا شبل الزيدي شي يقول؟ لا مطرقة ولا سندان، وينزل هاشتاج. شي يقصد؟ أني أخذت التغريدة مالته سويت لها رتويت، كتبت يقصد لا لا قيس ولا نوري، يعني لا شيء قيس ولا نوري المالكي. سمعت من جماعته واحد بلغني من الأصدقاء المشتركين قال لي حج شبل يقول لا ندعى من كاظمي، أنا أقصد لا مقتدى ولا المالكي، لأن إحنا ابتلينا السيد مطرقة يدق على روسنا ليل ونهار، والمالكي سندانة حاطنا وشابسنا شبس. زين هسه إحنا شنو ذنبنا؟ لا هذا راضي ولا ذاك راضي، والدق علينا يوميا محترقه مقراتنا وشغلاتنا ومصالحنا. وهو كشخص هسه حتى ما غادر المعلومه الخطيره اللي تقول بيها، بمعنى الاطار الان لديه سيناريو امام الناس وهنالك سيناريو تحت الطاوله. السيناريو تحت الطاوله الذي تقول به انه سيجدد للكاظمي او تبقى حكومه تصريف اعمال لوقت يتفق عليه، هيك تقول؟ عزيزي ما أمامهم خيار، لا يغشونكم ولا يخدعونكم ولا يهوسون عليكم ولا شيء. الكاظمي باقي مو لأن حابينه، كل الأطراف كل الأطراف مجبورة عليه، ما عندهم خيار. ليش 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 أخي رايحين لمطحنة؟ لا إيران قدها، لا هم قدها، وشافوا المرجعية بالنسبة لها ما داست لهم بريك. يعني المرجعية قالت لهم براحتكم، تبدون تعاركون تعاركوا، تعالوا يا شيعة التموا بالزيارة، ما لكم علاقة، خلوهم يفعلون. هذا إيحاءات، هاي رسائل. الحائري ينزل لك فتوى يقول المرجعية والفتوى ترجع للسيد خامنائي، هاي تتفهم معناها؟ هاي رسائل، هاي رسائل غميجة، وأكو منابز وأكو لعب أعمق.